بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخواتي، بغيت نقدم لكم مجموعة من الزيوت طبيعية بدون مواد كيماوية، معصورة باليد، يعني ماشي شي حاجة كيماوية أو فيها مواد حافظة، فمرحبا بكم. فنقدم لكم الآن الزيوت. كاين زيت اليزير، زيت النافع، زيت القهوة، زيت البرتقال، زيت القزط الهندي، زيت النبق، زيت الشاي الأخضر، زيت الكركم يعني الخرقوم البلدي، كاين زيت البابونج، زيت الكيوي، زيت السلمية، زيت التومة، زيت الفلفلة الخضراء، زيت الحلبة، زيت القرنفل، زيت جنيل القمح، زيت الزعتر، زيت الزنجبيل، زيت الخزامة، زيت الليمون يعني الحامض، زيت الجزر خيزو، زيت لافوكا، زيت الورد، وزيت الفليو. هذه هي مجموعة اللي كاينة عندنا من الزيوت، فمرحبا بكم. أي نوع بغيتو من الزيوت مرحبا بكم في مركز أمل الصحراء. كاين زيوت أخرى اللي كنعصرها في العصارة، مثل الزنجلان واللوز، كاوكا والخروع، يعني الحب، زرعة البصلة إلى آخره. فهذيك الزيوت حتى هي متوفرة، فهذه مجموعة أخرى من الزيوت. فمرحبا بكم أخواتي في مركز أمل الصحراء.